طبعا بيكون موجود معنا في المؤتمر السيد حمد الحر السويدي رئيس لجنه الاحتراف في نادي الجزيره، والسيد عايض مبخوت مدير الفريق والمدرب الجديد، وبيكون معنا السيد رامي. السيد رامي بيبدا طبعا المؤتمر السيد حمد الحر السويدي كلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحبكم في هذا اليوم، واسمحوا لنا ان يعني الوقت بعد ما كان يعني طويل اساسا ماشي، يعني الساعه اعتقد 3 بلغوكم او 4، فاسمحوا لنا على هذا. وبالنسبه لي المدرب السابق يعني تمت اقالته، وبعد يعني ظروف صارت للفريق ورأت الإدارة أن يعني ما في حل ثاني إلا أنه يعني يتغير على الفريق مدرب آخر، علّه عسى يعني أن تتعدل الأمور. الحمد لله رغم أن يعني نحن وضعنا جيد في كل المسابقات اللي نشارك فيها، وبالأخص يعني آخر فوز فزنا في آسيا الحمد لله ربنا أكرمنا وينا بالثلاث نقاط، لكن كان يعني ما في مفر إلا نحن نغير المدرب لي، وبسبب يعني أن عدم الانسجام مع اللاعبين، والإدارة حاولت أكثر من مرة أنها تغرب وجهات النظر بين اللاعبين والمدرب، لكن للأسف يعني وصلنا لي طريق يعني مسدود في هذا الشيء، فما في حل الا ان نحن نغير لهم، نغير نفسياتهم على عسى ان شاء الله ان يعني نكمل في البطولات اللي نحن ماشيين فيها. وهذا الموضوع مش يعني وليد الايام هذه، لا، نحن الاداره كانت تجتمع من مده 3 أسابيع تقريبا او اكثر لحل هذه الظروف، وتوصلت لهذا يعني التغيير. هذا بخصوص المدرب اللي هو فرانكي. طيب، هل التوقيت مناسب ابو علي لهذه التغييرات الفنيه المفاجئه بالنسبه للفريق وهو على اعتاب احداث مهمه ولحظات حاسمه ومباريات يعني تؤدي المكسب الى التاهل والخساره الى الخروج؟ يعني كان من الممكن لو هناك نيه لتغيير المدرب، فكان في فتره توقف سابقه كان من الممكن اتخاذ القرار فيها. وهل المدرب هيعتبر مسؤول من المباراه القادمه عن نتائج المباراه القادمه خصوصا انها حاسمه؟ انا اقول لك ترى ان التفكير في الاداره والاجتماعات اللي صارت من مده طويله، لكن البحث عن مدرب في هذا الوقت من الصعوبه انك انت تحصل مدرب يعني انه يمسك يعني في نص الموسم، اكثر من نص الموسم بالضبط. لكن يعني طبعا الامور الغيبيه اللي ما حد يعرفها، يعني نحن نتمنى ان يعني الامور تمشي بشكل جيد، بس طبعا الاداره والهذا يتحملون المدرب يتحمل المسؤوليه. ما عليه، هاي طبعا بيتحمل، لكن مش من اول مباراه او ثاني مباراه. ليه مده قيمها الاداره؟ اول او ثاني مباراه مباريات حاسمة ما عليه، لكن خلال 5 أيام. ليش ما انتظرتوا لبعد مباراه الشباب؟ لأ، في مباراه نص اتصالات، مباراه حاسمه، اول مباراه تلعبوها، ليش ما صار في انتظار؟ يعني هلا المدرب بعد اللي جاي بعدها، بعد مباراه دوري مهمه، ما تقدر تبقى بالطريقه هذه. نحن كنا نفكر انه في التوقف اللي هو المباراتين كاس الاتصالات، لكن ما قدرنا صراحه يعني نخلص الموضوع الا في الوقت هذا، لان اقول لك من الصعوبه انك تحصل في هذا الوقت مدرب مناسب للفريق. شو انت عارف الجزيره على مدار 30 سنه معاه اول مره يحدث ما حدث انه يقيل مدرب وسط الموسم، بالرغم ان المدرب حقق نتائج جيده واسيويا، اول فوز اسيوي. يعني هل تكبر فادح ام لا انا بقول لك هي يعني أول مرة. لا مش اول مره، نحن قليل نغير، لكن يصير تغييرات، صارت تغييرات في وسط الموسم. في وسط الموسم فيرس لاين طلع في وسط الموسم، فيرس لاين طلع في وسط الموسم. لا، فيرس لاين مسك في وسط الموسم. لا مسك البلجيكي مكانه.
بعد ما يحضرني يسمع والتر لكن هي مش هذا يعني اذا نحن بنقعد مع هذه المقوله انه والله الجزيره ما يغير هذه حسب الظروف مش مساله تغيير انا في سؤال بما ان المدرب ما شاء الله متواجد تم الاعلان اليوم واتوقع ان المدرب حتى يمكن حاضر كان مباراه الشباب والرافع نعم يمكن كان متواجد في الدوري قبل ايام يمكن كانت النيه قبل حتى المباراه الاسيويه اقول لك من ثلاث اسابيع والبحث عن المدرب مثل اتوقع كان جونيور لا خبرة سواء على مستوى الدوري البرازيلي أو الدوري القطري والدوري أبطال آسيا وأيضا على خلينا نقول مستوى سيرة ذاتية كبيرة اختيار مدرب وخلينا نقول اتفاق معه لو تأجل ما بعد مباراة الآسيوية اللي يحقق فيها فرانكي نتيجة إيجابية جدا بعد هذا كان ممكن يتغير يا أخي أنا بقول لك نحن ما نتخذ قرارنا على نتيجة مباراة أن مباراة فزنا فيها ولا مباراة خسرنا فيها لا نحن تفكيرنا هذا سابق سابق لهذه الأحداث لأن إذا بنقعد بالطريقة هذه ما بنطلع من السالفة ننهزم مباراة نغير نفوز مباراة نخلي لا هذا هذا يعني نحن ما نقدر نمشي بالطريقة هذه نحن عارفين شو الظروف لكن ما نقدر نعلنها من زمان وحاولنا اجتماعات فردية مع اللاعبين اجتماعات جماعية رئيس مجلس إدارة يجتمع مع الفريق بغينا أن نحن نغرب وجهة نظر رغم أنه مدربنا فرانك دوت يعني خبرة كبيرة وسيرة ذاتية جيدة لكن سبحان الله يعني مرات يا أخي فيه توافق بين اللاعبين والمدرب مرات ما توصل لها التوافق فتضطر أنك أنت لازم تضحي بشيء وما تقدر تضحي شو تضحي بشو فريق لا أنت تفاهم مع المدرب وخلاص يعني الأمور وإن شاء الله نتمنى للمدرب هذا أنه يعني يكون طيب عزيز بس سؤال من شقين الشق الأول قبل أن ندخل في المدرب الجديد ومتى بدأتم التفاوض معه وكيف صار التفاوض ومدته قد إيه يعني نتكلم عن نوعية المشاكل اللي كانت بين المدرب واللاعبين حتى يكون الرأي العام مطلع عليها وحتى يكون اللاعبين مؤهلين نفسيا لاستقبال مدرب جديد. والله يمكن أنا بعد الفريق يعني أنا أجاوب على السؤال. يمكن المشاكل مش مشاكل معنى المشاكل اللي هي يعني اللي في بال اي شخص يمكن نحن نتكلم عن مشاكل فنيه اكثر من شيء ثاني يعني الفريق في السنوات الاخيره نحن نشوف انه كان يقدم مستوى جيد هذا في معظم المباريات يعني النتيجه دائما كان ممكن الفريق يتعادل او يخسر بس حتى في المباريات اللي نخسر فيها كان الفريق دائما يظهر بشكل مميز السنه هذه كنا نلاحظ ان في مباريات حتى كنا نفوز فيها بس مستوى الفريق ما كان جيد ففي مشكلة دائما في معظم المباريات داخل الملعب يعني أثناء إدارة المدرب للمباراة في بعض التغييرات يعني هي أمور فنية في النهاية كانت تصير داخل الملعب سواء بين المدرب واللاعب نحن في النهاية يعني أنت دائما تنظر إلى مدرب يوديك أحيانا مباراتين يفوزك وفي مدرب يفوز يمكن على حسب إذا الكواليتي اللي عنده مش يفوز ثمان مباريات ويتعادل بعدين مباراة فنحن شفنا إن المدرب ممكن ما يروح للأمانة يمكن في الفريق بعيد يعني حتى لو استمر كان ممكننا في أي مباراة نخسرها رأيه حمد بعيش يقول في مشاكل بين المدرب واللاعبين حاولوا تدخل وتفريغ نظر لا لا عدم انسجام لا أشوف ما على عدم الانسجام عدم الانسجام توقفين يعني حتى في مشاكل انا في حتى في التدريب حتى في بعض التدريب يعني اللاعب دائما متعود على سيستم مده ثلاث سنوات يدخل في سيستم جديد فهو هذا اللي نحن نتكلم فيه بس في يعني نيابه عن اللعيبه ايضا ما فينا مش خلافات شخصيه مش خلافات شخصيه يعني انت عارف ان المشكله فنيه انت تعرف انها مشكله فنيه ولا مشكله شخصيه لا لا مش شخصيه ما في شخصيه يعني شو السؤال يعني لا 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 بقول لك انه يعني اغلبيه تقول لاعب يعني اعتراض مجموعه ولا انت مش موضوع اعتراض الحين انا اتكلم انا الكلام اللي قلته اثناء المباراه او انت تشوف ان المدرب ممكن يوديه يفوز اداره المباراه يعني دائما في مشاكل موجوده في المباراه مشاكل فنيه دائما يعني حتى في التحليل انت لو تتابع سجل التحليل يقول لك في مشكله مثلا دائما تتكرر في معظم المباريات وما شاهدنا ان في اي حل هالمشاكل مثلا اللي تصير بس في مشاكل نتكلم عن مشاكل فنيه اما ان اللاعب يطلب تغيير معناته لازم نجهز 22 مدرب كل اسبوع نحط واحد صح ولا مشكله
القائد ضوء بقى على متى بدأت المفاوضات مع المدرب الجديد والمدة التي سيتولى فيها المسؤولية وكيف تطورت وشكل الاتفاق تم ازاي؟ نحن كنا حاطين اكثر من اسم للتفاوض معه، بس اعذروني على اساس ما اقول الاسامي لان الحين هم الفرق. عرفت عليه حرام. ها؟ عرفت عليه هو؟ عرفت عليه اسمه ايه؟ اسمه نحن بنوزع عليكم كايو جونيور. كمل بس يا كايو جونيور اسمه. كمل يا ابو. فنحن كانت تفاوض مع اكثر من مدرب حاطينه في الاستيلا. كان اخر شيء استغرينا عليه هو قبل اسبوع تقريبا. اسبوع خمسة ايام تقريبا معه. زين فشفنا نحن شو هو عنده خبره كثيره في الخليج. ونحن كنا ندور على واحد عنده خبره في الامارات. زين لكن الاغرب ان يكون على الاقل عنده في الخليج حاصل على بطولات. لاعب مع فريقنا عارفنا صاعد في اسيا الادوار الثانيه. كل هذه الامور خلتنا نختار المدرب هذا على اساس انه هو يكون يعني ان شاء الله ان يكون مده التعاقد الى اخر الموسم قابل للتجديد. يعني يكلمنا عن بس استاذ امين مو بيتكلم هو الاحسن وبعدين تعطونا الاسئله. ماشي انا لسه بقول له هاي يتكلم. بس يتكلم المدرب. شكرا. Bom, primeiro queria dizer que estou muito feliz em ser treinador do Algarrafa, do sair do Algarrafa, uma experiência de ser treinador do Al Jazeera. Para mim uma muito muito importante para mim. بيقول انه هو كثير سعيد جدا بوجوده مع نادي الجزيرة، وبيعتبر انه هاي مرحلة كثير مهمة في يعني في سيرته. Já alguns dias os dirigentes do Al Jazeera tiveram contato comigo no Brasil e estou realizando um sonho de voltar ao mundo árabe para um grande clube. Sempre imaginei um dia trabalhar no Al Jazeera. Estou realizando um sonho, inclusive no dia do meu aniversário, que hoje faço 47 anos. بضعة أيام كان في مفاوضات معه من قبل نادي الجزيرة وهو كان في البرازيل، وإنه هو قاعد بيحقق حلم إنه بعد ما كان في الغرافة رجع يدرب فريق كرة في بلد عربي وفريق بحجم نادي الجزيرة، وكمان فرحان لأنه اليوم عيد ميلاده واليوم هو بينضم للنادي. Joguei três vezes contra o Jazeera pela Champions League, duas vitórias e um empate. E conheço o Jazeera, conheço os jogadores, conheço a Liga dos Emirados, conheço a Champions League. Então tenho condições de dar sequência ao que a direção está querendo no clube. لعب ضد نادي الجزيرة ثلاث مرات في بطولة آسيا للأندية، فاز مرتين وتعادل مرة واحدة، وعنده فكرة جيدة جدا عن الدوري وعن كأس آسيا، وبيعرف شو اللي ما هي طموحات مجلس الإدارة. Vejo a Jazeera como uma grande equipe que precisa impor o jogo. Posse de bola, uma equipe forte dentro do campo. Essa é talvez o meu grande desafio em quatro competições que ainda faltam. Gol no men بالنسبه للبطولات اللي لسه جايه. بيقول انه نادي الجزيره عنده عناصر جيده جدا، عنده يعني ممكن يلعب بطريقه جيده جدا، عند بيعرف كيف يمرر الكره داخل الملعب، وهي ممكن تكون من أقوى نقاط الفريق. Era isso. E trabalhar, trabalhar, trabalhar. والشغل دائما يشتغل أكثر وأكثر. Okay. طيب. الكوتش جاء في مرحلة مهمة وحاسمة من المنافسات للجزيرة. وليس أمامه فترة طويلة من الزمن ليدرس الفريق ثم يضع خطط التي تتناسب مع إمكانات اللاعبين. هل هو في الفترة السابقة
كان عنده خلفية كاملة تجعله من الممكن أن يتحمل المسؤولية اعتباراً من بعد 3 أيام في مباراة نصف نهائي كأس؟ وهل هيعتبر نفسه مسؤول عن نتيجة هذه المباراة؟ Preguntas que usted, viene en un momento muy crítico con los partidos que vienen y es el tiempo muy corto para la preparación. Y dice que si usted se va a ser responsable del resultado que va a conseguir al equipo este domingo. Momento que un entrenador entra en campo, él es responsable. Mas eu tenho que, não sou mágico, nem nada tem que ser radical. Tem que se dar sequência ao trabalho, com coerência, com calma, e aos poucos colocar em prática a minha maneira de trabalhar. بيقول انه هو من وجهه نظره اللحظه اللي يدخل فيها مدرب على الملعب مع فريق هو مسؤول عن اللي بيحصل في الملعب بغض النظر عن اي يعني كم هي كانت الفتره الزمنيه اللي عنده لل عشان يتاقلم مع الفريق او ينسق الخطط بس كمان بيقول انه هو مش ساحر وما راح يعمل معجزات في يومين بحس انه مع الوقت ممكن الفريق يتحسن وممكن الفريق شوي شوي يبدا يتاقلم مع طريقه لعب الجهاز الفني الجديد. سؤال هو دلوقتي وعلى كلامه بيقول هو ليس ساحرا. الجزيره حاليا بينافس في 4 بطولات والاربع بطولات فيها مراكز يعني لا مجال للتجارب. لا مجال للتجارب بيقول لك مع الوقت يتاقلم فكيف يفسر هذا الكلام؟ Dice que ahora hay 4 competiciones y que él, o sea, estaba comentando sobre lo que le dijimos de que a veces con el tiempo y la secuencia y esas cosas, dice que no hay mucho tiempo para experimentar en los próximos días. Sí, no, yo creo que tem, no se puede hacer nada radical. Tentar ser muy coherente, equilibrado. E ganhar os jogos. Mas, por exemplo, acho que na Champions League pode ser que eu tenha mais tempo para trabalhar e considero essa competição muito importante para o Jazeera. E eu conheço bem. يعني مفاجآت ايوه ما في هاي مفاجآت وبيقول انه هو بيعتقد انه لبطوله اسيا للانديه راح يكون عنده وقت كافي عشان يجيب نتائج كويسه وبالنسبه له هو شخصيا عنده خبره في هاي البطوله وكثير كثير مهمه له خالد لو سمحت بس لان خالد كان رافع خالد تفضل السؤال انه كان المدرب في البرازيل اعتقد انه التقى ببراغا وسالوا عن بعض عناصر الفريق من براغا اللي في سنين مع الجزيره فهل هذا حدث ما بينه وبين براغا مثلا؟ Você conversou com Abel Braga sobre a equipe? Nesse momento não, mas quando o Abel estava em Al Jazeera várias vezes, sou amigo do Abel e é uma responsabilidade grande substituí-lo como brasileiro, porque acho que ele fez um grande trabalho aqui. E respeito muito o Abel e quero dar continuidade ao que ele fez aqui. بيقول انه ما تكلم مع أبل بالايام القليله الماضيه بس وقت ما كان أبل موجود كمدرب هو هم اصدقاء وكان يتكلموا يعني عن الفريق لكن كاصدقاء وهو حاس بمسؤوليه كبرازيلي بمسؤوليه كبيره جدا انه يكمل شغل أبل. Fomos adversários ano passado no Campeonato Brasileiro, Abel em Fluminense e eu em Botafogo. Fizemos dois grandes jogos e onde eu fui feliz e ganhei. Um jogo. يقول انه هو كان مع ابل كان مع فريق فلومينينزا في الموسم الماضي في البرازيل وهو كان مع بوتافوغو
ولعبوا مع بعض وهو فاز في واحدة من المباريات عليه. هل بالنسبة للطاقم المساعد هل سيتم مساعد طاقم جديد أم يستمر في قلبه؟ لا هو الطاقم ماله جاي معه باستثناء مدرب الحراس اللي أصلا نحن جايبينه للنادي. هو كوتش يتكلم عن بطولة آسيا تحديدا وقال إنه قدامه فترة زمنية فيها يعمل فيها نتائج جيدة. يعني أفضل من هل هذه هي أولوياته؟ هل بطولة آسيا فقط هي أولوياته؟ أم أن باقي البطولات من الممكن أن يعني يبذل فيها الجهد ويجد أن له فرص كبيرة فيها يعني. Dice él que nosotros dijimos de que la Copa Asia es algo donde hay más tiempo para, para trabajar. Y él pregunta que si entonces esa es la única competencia que tiene mucha preferencia o que también las otras tres donde también hay mucho chance de conseguir un buen resultado. Todo es importante en el fútbol. Clubes como Al Jazeera tienen que intentar ganar siempre. Mas mi opinión es que Champions League para Al Jazeera puede ser muy importante. Un club Al Sadd do Qatar, temporada passada foi campeão da Ásia. Por que não o Jazir não pode pensar? Tem que se pensar grande. بيقول انه بالنسبه لي هو كل البطولات مهمه. بس وكمان نادي مثل بحجم نادي جزيره عنده الامكانيه انه يفكر في الفوز بكل البطولات اللي بينافس عليها. وخاصه بطوله اسيا هو بيعتقد انه بطوله كثير مهمه لنادي جزيره. السد الموسم الماضي فاز فيها، هذا الموسم فاز فيها، وممكن الجزيرة كمان يفوز في هالبطولة. طموحه مع الفريق الآسيوي السنة. Que si tú tienes ambición conseguir la Copa Asia. Sí. Tive por perto com o Algarafa, perdemos jogo pro Hilal, jogo histórico, né? E ficaríamos muito perto, mas quem sabe com a Jazeera eu consiga. بيقول انه هو كان قريب انه يحقق هذا الحلم انه بطوله كاس اسيا مع نادي الغرافه وخسر مع في مباراه تاريخيه مع الهلال. نشكركم اخواني الاعلاميين على سرعه الاستجابه والحضور ونشكركم على حضور المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب السيد كادو كايو جونيور المدرب الجديد لنادي الجزيره وفي النهايه نشكركم على تعاونكم معنا مشكورين اخواني.